Good morning, my children. Let's write letter T. بدنا اليوم نكتب حرف T على الكتاب بالشكلين، الشكل الأول capital والشكل الثاني small الصغير. Letter T أكيد عرفنا إنه اسمه T وصوته T. يبتدأ حرف T هون عندنا four words بأربع كلمات. الأولى tomato 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 بمعنى بندورة أو طماطم tomato. tree 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 بمعنى شجرة. tent 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 بمعنى خيمة. train 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 بمعنى قطار. هلا exercise number one، لازم ان نتقن قراءة الكلمات هدول الاربعة اللي exercise look and say. بدك تنظر للصورة وتقرأ وتحكي ايش الكلمة هاي. number one tomato tomato. نعيد ورا المس tomato. number two tree tree tree. number three tent tent tent. number four train train train. train بمعنى قطار. tent بمعنى خيمة. tree بمعنى شجرة. tomato بمعنى بندورة. هدول الكلمات الأربعة بيبتدأوا بحرف التي. كلمة tomato بتبتدأ بحرف تي الكبير capital. tree تبتدأ بحرف التي capital الكبير. tent تبتدأ بحرف التي small صغير. and train تبتدأ بحرف تي الصغير small. هون شايفين. هلا exercise number two التدريب الثاني color. color لون، باللون حرف التي كابيتال كامل وحرف التي سمول. اوكي هلا my children اطفالي حبايبي exercise number three والاخير trace and write. trace and write في عندك هون نقاط بدنا نعيد كتابتها ونشوف ايش الحرف اللي بده يبين معانا لما نكتب هاي النقاط. نشوف هل في خلف هذه النقاط في عنا سر، يعني هل موجود سر متخبي خلف النقاط. خلينا نشوف اذا عدنا كتابتها او اوصلناهم ببعض. هذا الخط الافقي وخط عمودي، جميعنا هلا عرفنا ايش السر وراء كتاب وراء توصيل هذه النقاط. السر انه اوجدنا ولقينا حرف التي متخبي فيهم. نعيد كتابته مرة ثانية، خط افقي على السطر الاول وخط عمودي من نقطة البداية الى السطر الثالث. This is letter T. خط افقي وخط عمودي. طبعا مثل ما احنا شايفين very easy كثير سهل للكتابة وللنطق ايضا. Letter T is very, very, very beautiful. Okay. كتبنا حرف T. هلا بدنا نعيد كمان كتابته لوحدنا بدون نقاط. خط أفقي وخط عمودي. هيك خط أفقي بيقتطع النقطة، يعني النقطة لازم تكون بالنص. وخط عمودي من النقطة للأسفل للسطر الثالث. again letter T صوته T. okay هلا الشكل الثاني اللي هو letter T السمول الصغير a small T. مثل ما احنا شايفين في هون السهم موجود لطريقة الكتابة. السهم اللي
يبتدأ من الأعلى وينزل للأسفل، أي من منتصف اللي بين السطر الأول والسطر الثاني، من المنتصف إلى السطر الثالث بنعمل خط وبنرفعه قليلا، نمشي شوي على السطر الثالث بنرفعه قليلا لفوق، وخط أفقي بيقتطع الخط الأول. خلينا نشوف. This is a small T. هلا بدنا نكتب لوحدنا. حكينا نقطة بداية حرف التي السمول صغير بين السطر الأول والثاني، بننزل من النقطة للسطر الثالث وبنمشي شوي على السطر الثالث وبنرفعه قليلا مش كتير، بنعمل خط بيقطع الخط الأول. مرة ثانية. This is a small T. من بين السطر الأول والثاني بنعيد، بننزل من النقطة للأسفل نرفع خط للأعلى شوي وخط أفقي. This is a small T. A small T and a capital T. نقرأ الكلمات كمان مرة. Tomato, tree, tent, train. Tomato, tree, tent, train. بنحل هاي الصفحة، بنعيد بنحل جميع الاكسرسايزز وبنحفظ الكلمات حبايبي، بنصور الصفحة بنبعتها للمس.